دكتور إدمون، هناك تراجع شعبي أيضا ملحوظ في استطلاعات الرأي من الشعب الأمريكي للمساعدات الأمريكية الهائلة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك تململ من أن هناك جبهة جديدة فتحت في إسرائيل لمساعدتها عسكريا، وهناك انقسام في الكونغرس يبدو أن الجمهوريين لا يوافقون على ربط ذلك بملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود. في المقابل هناك تراجع أيضا في شعبية الرئيس بايدن ضمن العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين. هناك من قيادات هذه المجموعات في ولايات متأرجحة طالبوا بمقاطعة بايدن وعدم التصويت له بسبب موضوع غزة. إلى أين تتجه الأمور برأيك دكتور إدموند في مسألة حملة الرئيس بايدن لإعادة انتخاب؟ أعتقد أن الرئيس بايدن سيواجه تحديات كبيرة، بعضها كما ذكرت الآن، مثلا دور العرب الأمريكيين المسلمين الأمريكيين، وذلك في بعض الولايات. طبعا دور هؤلاء محدود، يعني أنه مثلا بالضبط لأنهم مهمين في ولاية مثلا مثل ولاية ميشيغان، هناك سيكون لهم تأثير كبير، وهذه واحدة من الولايات المهمة والمتأرجحة التي يمكن أن تساهم في تغيير. هو فاز بفارق بسيط على ترامب في هذه الولاية، لو فقد هذا الرقم يعني سيفقد بالضبط الولاية، وهي ولاية مهمة. نعم بالضبط. وقد وقف العرب الأمريكيين وقياداتهم والمسلمين الأمريكيين والتيارات التي تدعمهم أيضا أخذوا موقف بأنهم لن يصوتوا للرئيس بايدن، وبالتالي فإن هذه ستؤثر عليه. ولكن بايدن لا يزال يعتقد بأن هو وعلى الأقل بعض مساعديه أن الموقف قد يتغير، لأن هؤلاء ديمقراطيين، وهنا لا نتحدث عن العرب الأمريكيين أو المسلمين الأمريكيين بل التيارات الأخرى، أنهم ربما يروا أن مصالحهم الحقيقية بعد فترة وربما بعد وقف الحرب في غزة سينسوا ما حدث وثم يركزوا على بايدن وسيدعموا بايدن، لأنهم يعتقدوا أنه هو الأفضل لهم فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الداخلية، موضوع الإجهاض، موضوع القيم بالضبط. وبالتالي هذه كلها يعني قضايا مهمة. ولكن هناك مشكلة أكبر من ذلك برأيي، وهي أن الرئيس بايدن أيضا والقوى وصناع القرار الذين يحيطون به، أعتقد أنهم لا يزالوا يعيشوا في أوهام، يعتقدوا أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالقوة العسكرية والقوة الناعمة في نفس الوقت، مع أن هذه القوة الناعمة لم تعد تستخدم، وبالتالي هذه بدأت تترك تداعيات. العالم لم يعد يشتري ما تبعه الولايات المتحدة، رأينا ذلك. هناك مقاطعات عديدة. نعم بالضبط. جنوب أفريقيا عندما حاولت الإدارة الأمريكية أن تقول لهم لماذا أنتم تجرون مناورات بحرية عسكرية مع الصين وروسيا، قال لهم الجنوب الأفريقيين هذه مصلحتنا، نحن دولة كل أمة تبحث عن مصلحتها، نحن نقرر.